مرحبا ندوش، اهلا نرمين، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام. شو عامله؟ تغديتي؟ لا والله لسه. طب معي انا لوز، شو رايك تاخذي لك لوزه تسكتي جوعك؟ والله بناخذها. زمان عنك. هينا مشغولين بهالدنيا. يلا يلا بلكي كمان شوي اجوا الصبايا ونطلع نتغدى سوا. مش غلط، والله زمان ما طلعنا مع بعض. ذاك اللوز. اه والله انا بحبه كثير. سد الجوع. اه. شو بتخبري؟ شو عامله بهالحياة؟ هيني مشغولة بهالدراسة والله. اه والله، الدراسة ماخذة كل وقت. شوفي الصبايا، اجوا بدري صبايا. هلا والله. هلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ شو حلو، كيفك؟ شو اخبارك؟ عامله؟ طب كلوا تفضلوا. احنا كنا نستنى فيكم، ما تغدينا. احنا جوعانين كمان. بس طب وين نروح ناكل؟ وين وين؟ فكروا لكم في محل هيك ننبسط فيه ناكل. في محل هون قريب. مش عارفة. خلص شو رأيكم نروح؟ يلا خلص شو رأيكم؟ خلص نروح. طب كيس اللوز؟ كيس بالنسبة؟ أهم شيء، أهم شيء. والله خلص شبعتي. خلص شبعتي. يلا بصوم كل سبت وخميس. مرحبا. شو بدك تشرب؟ كابتشينو. اوكي، شكرا. قلت لك عندي حدا سريع، ولكن عندي شيء بس يصير. اليوم صبايا؟ والله انا صبايا رايحه على الصالون اعمل اظافري. مين جاي معي؟ يا اجي عبالي، زمان ما عملت اظافري. طب خلص بتيجي معي اليوم؟ اه. اي ساعه بس رايحه؟ على الاربعة. الاربعة مش عارفه، كانه متاخر شوي الوقت. عادي، مش عارفه، بدي اروح على البيت واسال ماما، بغير اوعيه وبتصل عليكي بحكي معك. خلص، شو رايك تيجي تاخذيني من عند بيتنا؟ خلص بشوف بشوف ولا يهمك، عشان ماما تخليني. طيب ماشي. طيب مها ومنار. مها ومنار ايش؟ انا مني وعلي يعذروني، يا دوب الحق اوصل الدار. انا والله عندي امتحان. طب ايه صبايا؟ يمكن اجي بس بيوم تاني، بكره يعني عندي امتحان ولازم اضرب. طب بنتاخرش؟ لا لا، انا كثير امتحاني معقد. يلا خلص، خير ماشي غير. انا وياك ندوش على اذنك. مرحبا، مرحبا، الله يسعدك حبيبتي. مرحبا. اهلا. ايش عم تعملوا؟ نعمل اظافرنا. صراحه انا اظافري تعبانين، حسيت هيك يعني حابه اعمل اشي ما كثير مميز يكون هيك. هلا ايش رايك تبردي لي اياهم لو سمحتي؟ انا بصراحه مش عارفه بالبيت اعملهم، فقلت لها يعني هلا عم نلاقي. خلاص على مين حابه تبدا؟ بدنا نخلي ندوش تبلش عشان انا بدي اروح اصب عصير. طيب ماشي، خلص ماشي. اتفقنا. يلا شوي اضبط الكرسي. Thank you.
جاهزه انه اعمل مرتبين مرتبين. طب يلا اشرب. جاء في تهدور الغنبي شو فيه مكهد شو فيه حياتك بين يدينا، يا تشتغلي معنا يا ننشر السوا. شو وين وكيف وليش هذا؟ الله يلعنكم يا ولاد الكلب، الله يلعنكم يا ولاد الكلب، الله يلعنكم. عشان تعرفي ولاد الكلب. الله يلعنكم يا ولاد الكلب. يا بتشتغلي معنا؟ الله يلعنكم يا ولاد الكلب. يا بنشرهم فقرر. الله يلعنكم يا ولاد الكلب. الله يلعنكم.